السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. عرفت مدينة الرغاية بالجزائر العاصمة في الساعة الأخيرة حادثة مروعة ومأساوية، راح ضحيتها رجل وابنه الصغير. وقبل الخوض في تفاصيل، يرجى متابعة الفيديو للأخير والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نشر ناشطون على الفيسبوك صورة للرجل الضحية وابنه واللذين لقيا مصرعهما في سكة القطار بالرغاية بالجزائر العاصمة. وقال شهود عيان أن الولد الصغير مصاب بمرض التوحد، كان قد أفلت من والده وذهب لسكة القطار، وبعدما حاول والده إنقاذه لقوا مصرعهم بعدما فاجهم قطار مسرع وصدمهم وحولهم لأشلاء. إنا لله وإنا إليه راجعون.